جاهز؟ ألو مرحبا، مرحبا، 1-1 إنسان السوري معي أنا إياد كلاس. الإنسان السوري. إنسان السوري. الناس بسوريا. الإنسان السوري قادر على الحلم خارج حدود الحصار، وخصال البشرية عايشة فيه شو ما صار. مرحبا، حكايتنا اليوم عن محمد يلي صار له عايش سنتين بحصار الغوطة الشرقية. ترك قبلهم كلية طب الأسنان وقرر يصير ممرض وتطوع بكوادر الطوارئ الطبية ليصير اليوم جزء من فريق مهمته إسعاف الناس، متابعة لقاحاتهم، والاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية ليقدروا يساعدوا كل الناس اللي بالغوطة، كبير أو طفل، مدني أو عسكري، شاب ولا صبية. بس بالنسبة لشغل أحمد مع الأطفال دائما بتكون الحكاية أعمق وأكثر حميمية، لأنه ما بيقدر يكمل نهاره بدون ما يرسم بسمة على وجههم بكل أساليب الدعم الصحية والنفسية والترفيهية. أحمد مثل كتير من الشباب الطيبة بيبكي على المصابين، بيدوخ من الدم وما بيحب المواقف العنفية، بس ضرورة الوضع اليوم خلته يصبر على وجعه ومشاعره ويركز على إنقاذ الناس وكأنها مهنة احترافية. رغم كل هالظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، أحمد ما ضاعت فيه الإنسانية، لأنه أحمد مثل كل الشباب الطيبة لسه عم يفكر ويحلم بالحياة برات جدران الحصار العتية، ولسه بيدور على قهوته المفضلة بدون حبهال، بيحلم يشربها برا الحصار مع رفقة هنية، ولسه ناطر عرس رفيقه، وبهالمناسبة عم يزبط على الإنترنت مع باقي أصدقائه مكتبتهم الموسيقية. رغم أنه اضطراريا اتعلم الطبخ والغسيل العزابي، بس ما قدر يتعود على حالة الحياة الوحدانية وانتقل ليعيش مع زملائه بالمركز الطبي لبين ما يرجعوا قريبا لحياتهم الطبيعية. هاي الفقرة هي من وحي قصص حقيقية من صفحة الإنسان السوري، وهي بالتعاون معهم وبالتنسيق مع سوريا حكاية من حكيت ومع سوريتي.